طبعا كلنا عارفين هغوشات رهف القحطاني مع الناس كلهم اللي في التيك توك. هنشوف خناقه مع سعود القحطاني. تابع الفيديو لحد الاخر وما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. يا رجال ما عندك الا ضعوي ها اخو مني له يا رياجي ان رديت والله العظيم ان الرد بيجي شيء يا مسلمه طبقي الحكم يا مسلم انت عيه تعطينا الاحكام تعطينا الاحكام رد شين يعني عشان تقطعين رد طيب يلا رد رد تعود من الشيطان ابو محمد طيب قل لا الله قل لا الله تراني انا قاعد ارد على ردك ترى تعود من الشيطان انا ارد على ردك انا حان من عمري يا رهف والله العظيم تعود من طيب انا قاعد ارد على ردك ترى رهف قل لا الله اذكر الله تعود من الشيطان ابو محمد هو اللي قاعد يتكلم ترى هو اللي قاعد يتكلم لا اذكر الله وخر انت وخر وش عندك ما عليه صلوا على النبي انت سوي ذي فيني انا رد الحكمة ذلك أسوين على بالك ما تنطبقين ردي إيش تقول هذه مزكي اللي فوق ردي تقول يا رجاء ما تخصي على سارة والله العظيم لا تسحبك بشعرك لا نطلع والله ترى قبل اثنين خلاص فريقي يلا فريقي لا تخطي عليها سارة لا تخطي عليها خلاص أنا ما خطيت عليها يلا ماشي يلا. أنا والله ساكت والله العظيم ما يا أخي ما وش تكلمت أنا فيه ما خطيت أنا أنت اللي تسوي حركات من أم داعي وش الحركة اللي سويتها؟ أنت ردودك قوية يعني ما أرد عليك ليه ما زعل وليد؟ طيب وهو مع نفس الخصم يا أخي أنا مالي مزاج اليوم إيش المشكلة؟ ليه فتحتي بث طيب؟ كذا أشخصنا إيش دخلك أفتح بث كيفي؟ أخو منيرة صدق هاي 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 أنت اللي هاي تنادي من أنت؟ يا مرة هركدي يا مرة ترى والله العظيم إني أنت اللي طريقتك في الكلام غلط كلها غلط في غلط وإذا ردينا عليك شخصنتها تحدي اذا انت مالك مزاج قفلي بث يا اخي مالي مزاج انا احد يسوي لي حركات تنرفزني مالي خلق يا اخي اتحمل انا داخله العب انبسط استانس مو واحد يقعد يسوي لي حركات تنرفزني اسمعي بقول ماني ملزومه ترى اسمعي اذا انت بتسوي ايوه. بس مشكله تطلعي برا والله العظيم عشان ما تصير مشكله انت اللي يطلع مو بنا اخو منيره يا ريدي هذا والله اللي تبي مثل ما إيه؟ اذا انت انت انت, أنت كلامك انت شوف كلامك شوف كلامك شوف كلامك يا مثل ما يا اخي انا مروقه من قبل اشوف وجهك انا مروقه انت اللي انا مروقه الواحد عنده طاقه تحمل يا سعود الواحد عنده طاقه تحمل انا ما بتحمل يعني احد يمزح معي يا اخي في يوم يكون لك مزاج خاطرك وسيع في يوم لا يا اخي طيب اقول لك شيء يعني يقول يرد علي ارد قوي وما يبغاني ارد عليه الكلام انا محسوب علي ترى احكام عاديه اذا انا مخفي في شيء ترى انا اقدر عادي والله العظيم قلنا لك عطني احكامك ما اعطيتنا قمت طقطق وقمت تسولف عطني احكامك خلني اطلع الحكم الثالث تقفلي بس حكم ايوه حكم ما انا مقفله ها حكم خمس دقائق اعطني احكامك خلص قد الاحكام وطبقي لا قدك محترم معي طبقت لا تكلمني كذا بالامر